بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله تعالى. مشكلة الإنسان على حال المتدين وغير المتدين، أنه يحب أن يظهر نفسه، يحب أن يعرف ولا ينشط ولا يتعامل ولا يتفاعل مع الأمور التي ليس فيها ظهور، ليس فيها بروز. وهذا اللي يعبر عنه القرآن الكريم، تعبر عنه الروايات الشريفة، الرياء. شوف هاي الرياء، قضية الرياء أنه صافا هو يريد يعبد الله، يريد يشتغل، ولكن يحب أنه يرائي، يحب أنه يبرز والناس على حال تشوفه والناس تمدحه. وميله، ميل الإنسان إلى هذا النوع من الظهور وهذا النوع من البروز في كثير من الأحيان يفسد العمل. يعني الله سبحانه وتعالى، تعرفون رب العالمين، من شروطه على عباده الإخلاص له، مخلصين له الدين. هذا مخلصين له الدين يعني ما يقبل رب العالمين الإنسان يعمل عمل يجعل لغير الله أو يجعله لغير الله. الله يقول أن لا أتقبل، لا أقبل هذا العمل الذي يكون ليس لوجهي. ولكن مشكلة البشر هذه، الآن أنتوا جربوا، قل لي واحد يابي أكو كذا، أكو واحد محتاج وعلى حال يريد مساعدة، يمكن يطلع له 5,000 دينار، 10,000 دينار يعطيك. بس لما تقول له يابا على حال راح يعلنون، يكتبون اسمك ويصورون انه دعمك، هنا يشجع اكثر. ليش؟ لان اكو تصوير، اكو اعلان، اكو بروز. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يتكلم عن هالصفة، يقول مشكلة الإنسان المرائي في صفاته، يعني معروف في أمور ثلاثة، في صفات ثلاثة. إذا شفتوا هالصفات الثلاثة عد واحد، شوفوا اعرفوا أنه مرائي. أنه أولا ينشط إذا رأى الناس، إذا شاف الناس يشوفوا، وإذا شاف الناس يراقبوا، إذا شاف الناس على حال ينظروا له، ينشط، يركض، يشتغل، جيب الكذا ونزل مدري إيش، وزع وانطي وانفق وانصب وارفع. ليش؟ الناس تشوفه، الناس تشوفه. بعض الأحيان توصلني بعض المقاطع مضحكة، أشوف واحد هو شيء خامل واقف، وناس جاي يشتغلون، وناس جاي على حال يعملون، ما أدري يوزعون شغلة أو يبنون حائط أو ما أدري يناوشون طابوق. المهم لما يشوف الكاميرا جتي يركض، يأخذ طابوقتين وجبتين، ينشط إذا رأى الناس، ويكسل إذا كان وحده. هذه من صفات المرائي. شوفه مولانا بالصلاة، ما دام الناس يشوفه، سبحان ربي العظيم وبحمده،
سبحان الله سبحان الله سبحان الله. شوف إذا واحد يصلي سبحان ربي العظيم سمع الله سبحان ربي الأعلى محمد الله أكبر. لا شوف ليش المرائي يحب أن يراه الآخرون ويقيمه الآخرون ويبرز للآخرين على أني أني أتصف بهذا الصف خاشع عامل مجاهد. للأسف يعني أكو مشكلة في تربيتنا يعني أنه لا نرى أن الله سبحانه وتعالى هو المقيم مقيم الأعمال هو الموزن لل على حال لأفعالنا. نتصور الآخر إذا قالوا أحسنت وكتبوا عنا وما أدري وصفقونا هو هذا هذه مشكلة. ومن صفات المرائين أنه يحب أن يحمد في جميع أموره. المرائي بس يقول له أحسنت إيه أنت كذا وأنت كذا يحب أنه دائما يحمد دائما يمدح. بس تنتقده شوية يقلب الدنيا ويزعل وما أدري إيش يابا. الإنسان مو معصوم يقول لا أنا غير أنا ما تعرفني أنا كبرت ويا العلماء أنا ابن فلان أنا من العائلة الفلانية. فلا يقبل على أنه ماذا ينتقد. المراؤون يحبون أن يحمدوا ويحبون أن يبرزوا ويحبون أن على حال يشهروا ويعرفوا. وإذا رأيتهم ينشطون كثيرا اعلم أنهم في الواقع لا يحسبون ذلك لله وإنما يحسبونه للناس. في وصية للإمام أمير المؤمنين لابنه محمد بن الحنفية وهو ولده يقول إياك والعجب. اشتغل ادرس جاهد في سبيل الله بس عجب لا تعجب. عجب يعني ايش؟ يعني انا انبهر بشغلي انبهر بوضعي. القي لي كلمة ما شاء الله سمعتوها شلون كلمة هذه ماكو واحد هالشكل يتكلم. واذا القى لي محاضرة بعد ما شاء الله انا وهيك محاضرتي وعميقة وما ادري ايش وشيء وكذا. يعجب بنفسه يعجب بشخصيته يعجب بفعاليته يعجب بفكره. هذه في الواقع من مهلكات الإنسان. الله شاهد من مهلكات الإنسان. أكو شخصية الآن معروفة يعني كانت على طريق صحيح وكانت على طريق الحق الآن انحرفت طبعا انحرفت نزعت عمامتها. كانت لابسة عمامة هاي الشخصية نزعت عمامتها وصارت في وادي آخر. كنت أنا ملاحظ يعني من أيام اللي كان معمم وكان في الحوزة وكان على حال يحب طبعا هو الله شاهد. اللي يصرح في اليوم قال ليش ما تقولون عني حجة الإسلام والمسلمين مثلا قالوا لي يا بسماحة فلان يقول ليش ما تقولون حجة الإسلام والمسلمين وإذا قالوا حجة الإسلام والمسلمين ليش ما تقولون آية الله. كان يحب أن ماذا كان يحب أن يعظم ويضخم ويفخم بألقاب. في ذيك الأيام قلت لأحد الأصدقاء قلت هذا أنا خايف على عاقبته. والله خايف على عاقبته عاقبته مو خوش عاقبة. إياك والعجب والعجب وسوء الخلق. هذه كلمات أمير المؤمنين. وسوء الخلق وقلة الصبر. لا تطفر بسرعة لا تنفعل بسرعة. القضايا هالشكل يعني قضايا الدنيا هي مشاكل. الدنيا هي على حال صعدة ونزلة وعثرة شو تقدر تسوي يعني واقع شو نقدر تسوي. الآن صار الزلزال شنو اللي أسوي يعني واقع. الآن احنا كناس عاديين دول وغيره شو قدر نسوي. اجى الزلزال وحطم وراح وناس. أصبروا أصبروا على قضاء الله وقدره. أبوي تمرض شنو أسوي بعد اللي أقدر عليه أخذ الطبيب أخذ الجراح أخذ كذا. وإذا إنسان وإذا شوفه مثلا
مريضة توفى في المستشفى، مريضة توفى، يقلب المستشفى، يكسر، يضرب الأطباء، يضرب الكذا، هذا كله قلة عقل وقلة صبر وقلة حكمة. والإمام أمير يقول له: يا بني إياك والعجب وسوء الخلق وقلة الصبر، فإنه اسمعوا، فإنه لا يستقيم لك على هذه الخصال، هاي الخصال الثلاثة. إذا أنت بيك هاي الخصال الثلاثة، العجب وسوء الخلق وقلة الصبر، فإنه لا يستقيم لك على هذه الخصال الثلاث صاحب، ما حد يصاحبك، كلهم يعوفوك، تبقى وحدك. لأن الإنسان معجب بنفسه ما حد، يعني أنا شخصي ما أحب واحد يمدح بنفسه، بس إذا يمدح بنفسه واقعا ودي على حال أن أتصرف معه تصرف غلط. مدح الإنسان نفسه، أنا وأنا وتدرون أنا وشنو أنا، هذه يحتاج لمولانا واحد يعوفه. لا يبقى لك صاحب، ولا يزال لك عليها من الناس مجانب، الناس يجانبوك، الناس يبتعدون عنك. إنسان اللي مصبور، إنسان اللي الله شاهد. يا أخوان أنا اسمحوا لي أريد أسولف الليلة، يعني سوالف هالشكل أخوية. الله شاهد أنا من أجلس ويا ناس يتكلمون فلان شي صار، فلان شي صار وكذا، والكهرباء والبلدية وما أدري، أتأذى. أقول يا أخوان ترى 20 سنة غير الطاغية اللي راح، غير الطاغية اللي راح الآن 20 سنة، هذا الكلام فساد وبوق وقلة خدمات ومشاكل وظلامات، قلوبنا ماتت، والله قلوبنا ماتت. فأقول رجاء رجاء هالكلام أنا ما أريد أسمع، واللي يريد يتكلم في هالكلام أنا على حال أطلع من المجلس. قلة الصبر وقلة على حال والإلحاح والحسب تعبيرنا الجوانب السلبية، الكلام في الجوانب السلبية تجعل الإنسان يمل. زين شو وايد تكلمنا، كم تكلمنا، كم تكلمنا، شو السبب؟ هي هاي على حال الوضع المزري اللي نعيشه. فينبغي الإنسان أن يتمتع بشيء اسمه الصبر والعلي حال والأنات، الصبر والأنات والحلم، الحلم يعني عدم الغضب. شوف رب العالمين إلى أين تسير الأمور. فأيها الأحبة، أيها الأصدقاء، نحن في شهر شعبان، وبعد أيام سنستقبل ميلاد سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. كم نحتاج أيها الإخوة، كم نحتاج إلى أن أحد يذكرنا بإمام زماننا، كم نحتاج واحد يعرفنا. شكيد أكو شباب الآن، شكيد أكو شباب والله العظيم، يعني أقول للواحد أخذ كاميرا أو كذا واسأل بالشارع منو صاحب الزمان، شو اسمه صاحب الزمان، ايش وقت انولد، امه منو، وصاحب الزمان على حال شو تعرف عنه. الله شاهد انا قد اكون سيء الظن، ولكن نسبه كبيره جدا من الناس لا يعرفونه، لا يعرفونه. يقول سامع في الشيء اسمه صاحب الزمان، بس منو، ايش قايل، شنو كلماته، شنو اللي طالبه من عندنا، شنو وصاياه. أيها الأحبة، أيها الأصدقاء، إذا أردنا أن نرتبط بإمام زماننا، إذا أردنا أن نحب إمام زماننا، إذا أردنا أن نندك بإمام زماننا، شرط ذلك أن نتعرف عليه معرفته، معرفته. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف وليك، لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني.
ضللت عن ديني. أيها الأصدقاء، تعالوا هالأيام فعاليات موجودة، احتفالات جميلة موجودة الآن في النجف الأشرف. الأخوان الأصدقاء جزاهم الله خير الآن يتهيئون لمهرجان جميل ولأول مرة في النجف لمدة 4 أيام عن الإمام صاحب الزمان، يعرفون إمام زماننا. أكو ناس مسرحية حلوة، أكو فعاليات للأطفال، العوائل الكريمة، الأصدقاء، العوائل، خذوا أولادكم إلى هذا المهرجان، إلى هذا المعرض حتى يتعرفوا على إمام زمانهم، يتعرفوا على واجباتهم في أيام غيبته صلوات الله وسلامه عليه. كلما التصقنا بإمام زماننا كلما كانت خصائل وصفاتنا تتحسن وتتلون بلون جيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المنتظرين الحقيقيين له صلوات الله وسلامه عليه. نعم، عندي اتصال. طالب، تفضل يا طالب. نعم مولانا، عندي سؤال بلا زحمة عليك. تفضلي. إذا أبو تنكر يوزع النفط. نعم، أبو تنكر فصم النفط يوزعها للبيوت. عفوا، مو واضح صوتك يا طالب. غير البكان مولاي. إذا ماكو زحمة عليك، صوتك مو واضح عندي. ماشي، هسه راح أحاكيك مولاي. ها، سمعني هسه زين؟ تفضل. شنو يوزع على البيوت؟ شي يوزع على البيوت؟ يوزع على البيوت نفط من التنكر. نفط من التنكر. بالتنكر. اي. وإذا ما يطي مرات للبيوت نفط ب 40، يبيعها ب 60، بس هو نفسه تفصل يعني. يجوز لهذا لو ما يجوز. يعني بالبطاقة، 40,000، بدون بطاقة 60,000. ب 60,000 احنا بالعمارة زي الحسين الجديد. اريد بلا زحمة عليك توضحها، هم تقول بالعمارة بعيد الحسين بلا زحمة عليك. كسر علم يعني الدنيا. فسؤالك شنو الآن؟ سؤالك أن هذا العمل صحيح أو غير صحيح؟ يعني يجوز يعني لو ما يجوز. واضح واضح حبيبي، واضح. حياك الله. نعم، زهراء تفضلي بابا. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد، أنا عندي سؤال. نعم سيد، الخمس من يستحقه؟ الخمس يعني أنا، إحنا عندنا خمس. نعم. فالزولية أقاربي قالهم طيب معرفتي، اكو مرية فقيرة جدا يعني، لا راتب رعاية، لا اي شيء، معيشة ما عندها. عندها اولاد ورجلها فقير يشتغل عماله، يعني بالشهر يجيب 50,000. بلي. وحتى يعني هو شوية غشيم. فاني خاباتها قلت لها هذا خمس كمية اليج. راحت سألت، قالوا لها تملكين قوت يومك؟ قالت لهم املك. قالوا لها تملكين قوت باكر؟ قالت لهم املك. قالوا لها اذا ما تستحقين. بالي. وهي مرات والله العظيم عشا ما عندها، انا ادري بيها، ومرات يعني مصرف فيه سكر ومال سياره ما عندها. واضح زهراء. اولاد عندها مراحل. واضح زهراء. زهراء واضح سؤالك. حياك الله، حياك الله. ليث تفضل يا ليث. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ورحم الله والديك سيدنا. مشكور على هذا البرنامج، احنا نريد نسألك سؤال. تفضل. جزاك فضلك، رحم الله والديك. بالنسبة الولد يداور قطعة أمه وأبوه، قطعة أرض. بلي. مال شهيد. بلي. يداورها باسمه بدون ما يعلمون، بدون ما يدرون. استغفلهم وداورها باسمه. حصة شهيد. شلون سيدنا؟ حصة شهيد يداورها باسمه بدون إذن والده ووالد. أي حصة شهيد هي قطعة الشهيد نفسها اللي هي مخصصة لأمه وأبوه، داورها باسمه بدون ما يدرون. زين. أريد الحكم الشرعي بها سيدنا. هل يجوز ذلك أو لا؟ أي والله سيدنا. مشكور يا أخ ليث، حياك الله. نعم تفضلوا. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام. محمد من النجف.
حياك. ساكن ببيت 75 متر، والمبالغ اللي اشتريتها اشتريت بها هذا البيت مخمصة، وحاليا عندي عرصة بعت فد مبلغ، بس هذا مبلغ العرصة ما مخمص. أكو في الطريقة شرعية أقدر أبدل فلوس هاي العرصة اللي هي ما مخمصة بمبلغ البيت اللي أساسا أنا قاعد بيه مخمص، علما أن البيت اللي قاعد بيه يعني مكافئ علي أنا وعيالي، جزاك الله خير الجزاء. بلي أبو علي تفضل. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد بدون زحمة عليك، أنا مطلوب صيام 14 شهر وصلاة مطلوب 14 شهر، فجاي أصلي فرض وفرض وفرض الصلاة، والصيام تقريبا صمت 5 أشهر، باقي علي 10 أشهر. والكفارة شلون سيد؟ إطعام 60 مسكين شلون؟ كم كيس بالشهر؟ أنت أبو علي ليش ما صمت؟ نعم. ليش ما صمت؟ بعد أنا كنا قبل ما ندري جهال وما نعرف شلون الصيام سيد. لا لا، كنت تعرف الصوم واجب لو بس يعني ما كنت تعرف الصوم واجب لو كنت تعرف وما كنت الصوم. لا والله بهاتنا سيد ما قالوا لنا وما نعرف، ما علمونا مثل هالشغل تعليم وهاي شغلات. ما علموك. نعم. مشكور يا حبيبي، مشكور مشكور. أنا مرة بس. حبيبي حياك الله. نعم تفضلوا. السلام عليكم سيد. أنا أسبح وأستغفر بقلبي، يعني ما أحرك الشفايف وهاي، يصير؟ بالقلب وبدون تحريك اللسان، هل يصح ذلك؟ بلي. نعم. السلام عليكم، شلونك مولانا؟ سؤال بلا زحمة عليك. احنا بيتنا على طريق المشاية، والزوار كل سنة تنسى شغلات، سوع سبح ملابس وغيرها وشواحن، فهاي الغراض تبقى اذا دارت على السنة عليها شو نسوي بيها؟ نتصدق بيها، نخليها، نستعملها؟ بس رد الجواب بلا زحمة عليك. ما شاء الله بخدمتكم، حياكم الله. ام محمد تفضلي. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يرحم والديك مولاي، نحب من حضرتكم سماحتكم اللي تكفلنا من هاي البرامج، لأن قاعد نشوف ظلم الزوجة المرأة حيل يعني المجتمع الإسلامي، يعني السبب قول الزوج وسبب تربية الأهل، اللي قاعد أشوف النساء تنحرف، ومن يصير الحكي إني وقرهم بالحرام وإهمال فضائيات حلل موبايلات حلل، ومن يصير المصيبة يرجعون تعالوني عني تعال يا خالي. هاي وحدة مولاي، والثانية هاي شغلتي إنه أنا عندي نور وتقرع وجين، هاي هم انتشرت عندنا. يرحم والديك رزق وضحنا هالمسألتين. إن شاء الله بخدمتكم محمد، حياكم. خدمتكم. نعم. قاسم تفضل يا أخ قاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. إذا عندي سؤال. تفضلوا. إذا أنا متزوج. نعم. متزوج أنا. متزوج بلي. هذه سيد زيارة الأربعين. رحت مشتاق زوجتي نظرت صوتك مو واضح يا قاسم حبيبي، صوتك يتقطع، انا ما جاء اسمع صوتك. انت متزوج؟ سمعت متزوج؟ سمعتك متزوج، بس شنو صار معك؟ شنو هذا الصوت عندك يعني هالضوضاء شنو؟ الو فاطمة تفضلي. فاطمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم. حياكم الله. عندي سؤال إذا أمكن، بالنسبة للأغاني التحفيزية للدراسة، هاي اللي تسوها واحد يدرس وهيجي، يعني حرام واحد يسمعها ولا لا؟ شنو أختي؟ يعني ما في كلمات بذيئة وكلمات يعني مخلية في الآدم تطبق الأغاني، لا هي أغاني مجرد تحفيزية للدراسة. يعني هل يجوز صراحة أم لا؟ عفوا شنو نصوص نصوص معينة؟ أغاني هي تحفيزية للدراسة، يعني واحد من يسمعها إنه يشجع يقوم يدرس، أو مثلا ينجز عمل معين هيجي. يعني أغاني يشجع على الدرس ويشجع على الشغل؟
تشجع على الدراسة، تشجع على الشغل، على الإنجاز، على العمل. هذا شنو يعني؟ هذه فد نمط جديد يعني الآن أكو هالشكل الأمور؟ إيه موجودة حاليا باليوتيوب، يعني واحد من كذا ما عنده واحد يدوس يشوفوا هاي الأغاني حتى يصير واحد وبعدين يدوس. فاطمة فاطمة لأول مرة أسمع هذا الشيء، ولكن عموما راح أنا أعلق تعليقي وسمعي. شكرا يا فاطمة، شكرا. قاسم تفضل. قاسم سيد، السؤال توني سؤال، صوتك يروح يجي ما أدري على أي حال. تفضل تفضل سيد. أنا لو استبينا أخ علي الله يخليك، أخذوا السؤال من عنده وانطونيه. زوجته نادرة نذر بس ما جاء افتيم، وهالهوسة هذه موجودة، أخذوا من عنده السؤال وانطونيه بعدين. نعم، متصل آخر تفضلوا. تفضلوا. السلام عليكم. هل يجوز غسل يوم الجمعة قضاء في يوم السبت؟ نعم، يعني يصير واحد يغسل غسل الجمعة في يوم السبت قضاء، وهل يحصل على أجر وثواب؟ أرجو المساعدة. هل نغتسل غسل الجمعة يوم السبت ونحصل على الثواب؟ هذا سؤال الأخت. نعم تفضلوا. السلام عليكم سيدنا، شلونك؟ صحتك شلونهم سيدنا؟ أنا دائما أتمرض بالشتاء، ومرات أروح للطبيب وشدة كانونة، فما شلون يعني أتوضع؟ ايد بيها كانونة وايد ما بيها، ومرة اضل مرات اسبوع يعني استعمل وبر بالكانونة اضرب، فشلون صلاة تصير؟ يعني تصير ايد اوضيها وايد اتيمم بيها؟ انا اصلا ما اعرف طريقة التيمم، شلون؟ ارجو المساعدة. حياكم الله، خدمتكم. نعم تفضلوا. يا الله، السلام عليكم سيد رشيد، ربي يحفظك ويوفقك ويعطيك الصحة والعافية ويطول بعمرك. سيدنا مولاي، أني دي مرات أغسلهن ويما أريد أتوضع، أجعل المغسلة أغسلهن، يعني نظيفات جدا نظيفات، بس تبقى نسبة بإيدي، شلون نسبة الدهن؟ شلون هسه مرات من تخلي المي على يدك يوقع منها ومنها، بس هن نظيفات ولاكو بيهن دهن. بعض الناس تقول لي هذا يبطل الصلاة، وبعض تقول لي غير شيء، فحبيت أوجه لك سؤالي. يعني إن نظيفات يعني إن من الله، بس يعني تبقى نسبة قليلة، مرات أغسل 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 تروح هاي النسبة، بس أتوضى ترجع أرجع النوب أغسل ترجع هاي النسبة. يا ريت توضح لي على سؤالي مولاي، وربي يحفظك ويطول بعمرك مولاي ابن الزهرة. داني. واضح واضح واضح. يعني سؤال الأخ قاسم، حتى ننبه الإخوان يعني ذكروا لي، قاسم يقول أنا وزوجتي رايحين مشي للحسين صلى الله عليه وسلم، نذرنا على أنه إذا الله رزقنا ولد نسميه حسين، ولكن عملنا عمل وهو قرأنا بعض السور القرآنية، بعض السور، على أنه من يقرأها السور القرآنية والله يطي ولد لازم يسميه محمد، وإحنا محتارين شو نسميه، محمد لو حسين؟ إن شاء الله أبين الجواب. أبو علي تفضل. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله مولاي. تفضل. سيد سؤالي الله يخليك، هل يجوز سب قاتلي فاطمة الزهراء بالأسماء؟ هل يجوز سب ظالمي الزهراء؟ قاتل فاطمة الزهراء عليه السلام سبهم بالأسماء؟ بالأسماء الصريحة. نعم سيد. سؤال ثاني. بني. سؤال ثاني سيد، روايات اللي عندنا موجودة عن أهل البيت. بني. اللي يصلي كذا أو اللي يزور الإمام الحسين كذا يحصل على أجر مثلا صيام 60 مثلا هلقة سنة، هل هذا صيام يجزي عن المطلوب؟ جيد جيد جيد. أشكرك سيد. حياكم الله، بارك الله بكم. نعم تفضلوا.
السلام عليكم. هل يجوز أداء الأعمال المستحبة من غير وضوء؟ هل يجوز إهداء الأعمال المستحبة؟ أداء الأعمال المستحبة بدون؟ زين، أنا خلي أجاوب إذا أكو اتصال. إخواني الأخ، نعم الأخ علي. علي تفضل. علي سيدنا علي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال سيدنا الغالي، تفضلوا. هل يجوز إذا عندك فلوس بالبيت المرأة أن تأخذ فلوسك بدون علمك؟ يحق شرعا قانونا إسلاميا. هل يجوز للزوجة أن تأخذ مالا من زوجها بدون إذنه؟ واضح سؤالك يا علي، واضح. أبو جواد تفضل. ألو، السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد، تسمعني الصوت واضح سيد؟ أسمعك إن شاء الله، تفضل. إذا سمعت منك مقطع تحكي عن الموظفين اللي بالدوائر ما يداومون ويطلعون، فأنا هسه بالدوام سيدنا، يعني الشغل ما عندنا، شغلنا يعني موسمي، خلي نقول أنا داوم وزارة التربية، فحاليا مثلا لي ساعة 12 ما يبقى شيء بالدائرة، يعني مضطر بس أقعد يوميا لي ساعة 2 شي، ماكو أحد. لو بي مجال مثلا أخذ إذن من المدير وأطلع. أبو جواد، أنت ما سامع يعني آخر الكلمات اللي تكلمتها عن الموظفين؟ نعم نعم سيدنا، سمعت كلامك. بعد شو سوي؟ أنت حكيت على الجوازات، دوائر اللي بيه شغل، يعني التحام عليهم. الموظفين ويطلعون. الموظفين اللي طلعون قبل الدوام، الموظفين اللي يتسربون، الموظفين اللي يعني ياذون المراجعين، الموظفين اللي يرتشون، هاي تكلمت عنها. يعني أكثر من هذا أتكلم شنو يعني؟ الآن الموظفين صاير بالدوائر، تجيني أخبار أنه الدوائر الموظفين على حال يقولون السيد رشيد يظلمنا، السيد رشيد يتكلم علينا، وعلى حال اللي علي بين المسائل الشرعية والأمور والحدود الشرعية، أما إذا ما يسمعون كلام شنو اللي أسوي أنا؟ لا سيدنا، أنت ما فهمت سؤالي، قصدي أنا أقول لي على كشغل ما عندنا، يعني أعرف شغل ما عندك، شغل ما عندك وتريد تطلع قبل الدوام، ما يجوز تطلع قبل الدوام، تقعد إلى أن يخلص دوامك، هذا ما عندك شغل، أنت مأمور أن تقعد بالدوام، مأمور للساعة 3 أن تكون بالدوام، تقول ماكو شغل، أنت عندك وظيفة، هذه الوظيفة لازم تأديها، والله لا. واحد ساعة 2 مراجع، اجى واحد مراجع ساعة 2 جنابك ما موجود، من هو مسؤول شرعا؟ حياك الله ابو جواد. نعم زينب تفضلي. تفضلي زينب. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد، عندي استفسار بخصوص شهر رمضان قبل 18 سنة. شهر رمضان قبل 18 سنة؟ اي شهرين، شهر انا ما صايمت بدون عذر، وشهر طلب الرضاعة. اي اي زين، بسأل انه شنو الحكم بين هذين الشهرين؟ اي ما يخالف الرضاعة، ووحدها عمدين ما صمتي. اي والى الان ما قاضيت، يعني بدون اي عذر ما صمت شهر واحد، والى الان ما قضيتيهن، ما قضيتيهن. لا هسه شهر واحد اقضى بيهن. حياك الله. صادق، انطيني صادق، انطيني صادق، واقطعت التليفون بعد. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام، اخر اتصال تفضل. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام، حياكم الله سيدنا. ريت تصحيح عن اللي الناس هاي اللي تسوي الولاء معاي، طبخ بالفواتح بالعراس، مثلا يصير عده فاتحه يذبح 50 طلي، 60 طلي، 40 طلي، اي عريس يسوي اتهاي اللي البيت واب ويهجر مثلا حلال حرام، نريد نعرف وضعيته شنو هي، الناس توضيح للناس. مشكور، مشكور يا اخ صادق. هي يعني ولا يعني ما الفقير يظل محتار، شو يسوي؟ خير ان شاء الله، مشكور، حياك الله.
الأخ طالب المتصل الأول قال سيدنا أبو التنكر يجيب النفط للمنطقة، وهو من العمارة اتصل الولد، يقول يجيب أبو التنكر النفط للمنطقة 40,000 دينار على البطاقة، بطاقة تموينية، ولكن يبيع للناس اللي ما عندهم بطاقة أو كذا 60,000، يجوز أو ما يجوز؟ الجواب إخواني، هذا النفط اللي يرسله دائرة أو شركة التوزيع، ما تسموه دائرة التوزيع مشتقات النفطية للناس أيام الشتاء، هذه مدعومة من قبل الدولة، الدولة تدعمها ب40,000، روحوا بيعوا للناس حتى على حال يستفيدون منه أيام الشتاء. ولكن للأسف المختار، اليوم أتكلم عن المختار لأنه هو السؤال عن المختار، مختار المنطقة لما يشوف عائلة ما هي أو أنه ما تريد النفط أو كذا، هو يبدأ شي يسوي، يبيعها ب60,000 أو أكثر لأصحاب الناس المولدات أو اللي ما عندهم بطاقة. هل يجوز ذلك؟ الجواب لا. ليش؟ لأن هذا حق الناس، أنت تبيعها غير التسعيرة المحددة، وهاي حصة الآخرين تعطيها الآخرين. شنو؟ أنا شخصيا هالسنة ما حد دا جاب لي نفط ولا كذا. ليش؟ لأنه على حال يروح ينباع يبيعوه، وإحنا مو ناس اللي يروح نطالب ونصرخ جابوا ما جابوا ما نبري الذمة، بس عموما حق الناس، وهذا حق الناس، لا يجوز الإنسان أن يبيعه بهذا الشكل خارج عن الأطر وعن الحدود القانونية اللي حسب البطاقة اللي هي تبرزها صاحب الحصة. زين، زهراء تقول الخمس من يستحقه؟ تقول أكو مرة عندنا قريبة علينا وفقيرة جدا، وسألنا نعطيهم $5، قالوا لا، ما دام عندهم أكل يومهم ما يصير. يا أختي، الخمس للفقير المتدين. الفقير كم صفة؟ صفتين، فقير ومتدين. إذا واحد ما متدين حتى لو فقير ما يصير، هذا الخمس يعطى للمتدين، أهل دين يصلي وملتزم، ما يسمع أغاني، ما يعمل أشياء مو زينة، لأن هذا حق الإمام يروح إلى المتدينين. فإذا هاي المرأة فقيرة متدينة تستحق، حتى لو عدها على حال، حتى لو عدها مصرف شهرين عدها، بس هي فقيرة لأن ما عندها مصرف سنة. اللي ما عنده مصرف سنة فقير، اللي ما عنده ميزانية يعني مصرف كامل لسنة كاملة هو فقير، فيستحق الخمس وعطوه ما في إشكال بشرط التدين. ليث يقول الولد راح سوى المعاملة وطلع الأرض، قطعة الأرض، بس هو لعب على والده ووالدته، لعب عليهم، شو سوى؟ أرض باسمه، فهل يجوز ذلك أو لا؟ أخي الكريم، أخ ليث، إذا كان لعب على والديه، خدعهما، ما يجوز، لأن هذا حق الوالدين، وإذا مات فيكون ماذا؟ فيكون إرث للجميع. أما هو بدون إخبارهم، بدون رضاهم، راح خلاه باسمه حتى إذا ماتت أمه أو أبوه هو يستولي عليه، هذا ما يجوز. هذا مال والديه، ومال والديه لابد أن يصل إليهما بكل حيثيات الوصول، يعني السند باسمهم والطاب باسمهم والكذا باسمهم. هذا أما تقول لا، سيدنا أبوه قال له بابا خليه باسمك، أنا ما عندي خلق، خليه باسمك وأنا علي حال مثلا، هذا إذا كان بإجازة الوالد علي حال لابد نشوف أن الوالد واقعا أجاز أو ما أجاز. الأخ يقول بيت علي حال، سؤالك كان كلش سريع وغير واضح، يقول بيت 75 متر مخمسة، وثمن البيت مخمس، واشتريت قطعة أرض بأموال غير مخمسة، فشلون أنا أقدر علي حال أرتب أمري حتى لا أخمس الأرض؟ أخي الكريم، الأرض إذا تبقى لمدة غير مخمسة لازم يتخمس، إذا بقيت هيك الأرض بدون أن تستفيد من عدها
وبقيت بدون بناء بدون استخدام راح يجي عليها الخمس، لازم تتخمسها. أما شلون تخلص من الخمس؟ واضح، تبيع الأرض أو تبنيها خلال سنة، يعني قبل أن تأتي رأس السنة الخمسية تبنيها وتقعد فيها ما عليها خمس، لأنه ضمن مؤونتك. أبو علي يقول أنا مطلوب صيام 14 شهر، يعني 14 سنة ما صايم و14 سنة هم ما مصلي. يقول بديت الآن أقضي، بديت أقضي الصيام، شنو اللي علي؟ سألت أنت كنت تدري الصوم واجب؟ قال لا والله سيدنا، آباءنا أمهاتنا ما علمونا. شوفوا أب والأم إذا ما علم أولاده، شوف أولاده مساكين راحوا يحاسبوه يوم القيامة. فيقول شنو اللي أسوي؟ بابا اقضي، أنت اقضي اللي عليك من الصوم والصلاة، إيش تقدر اقضي. أيام الشتاء كله حاول أن تقضي صومك اللي عليك، صلاتك اللي عليك صليها. كفارة عليك لو لا، إذا كان في الواقع أنت جاهل، جاهل يعني ما عليك كفارة، ما عليك كفارة. نعم عليك عن كل شهر، عن كل شهر رمضان فاتك 22 كيلو ونص من الطحين ككفارة تأخير القضاء، كفارة تأخير القضاء. واضح بابا؟ في الواقع الروايات التي تدل على مسألة العبادات وتلاوة القرآن وقراءة الدعاء، يعني هناك شيء اسمه تحريك اللسان للحنجرة. أنا بدل ما أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه والشفاء، أما بقلبي هذا لا يسمى ذكرا، هذا لا يسمى ذكرا. نعم هذا مرور ذكر الله على القلب وخطور ذكر الله على القلب جيد، ولكن أجر الذكر الإلهي وأجر التسبيح وأجر الاستغفار باللسان يختلف. الأخ يقول بيتنا على طريق المشات والزوار يتركون بعض الأشياء في بيتنا، شنو اللي نسوي؟ احنا نبقيه، يعني بقيه هذه الأشياء، ساعة، موبايل، ما أدري، جاكيت، قطعة ثوب، نخلي إلى السنة القادمة نحاول نعرضه. إخوان الزوار منو هذا إله؟ ما إجا أحد وما حد سأل عنه، نتصدق بها عن صاحبها، نتصدق بها عن صاحبها. أم محمد تقول نحتاج تكثير برامج في هذا المجال، هناك تسيب وانحراف وسحر وشعوذة. أختي الكريمة، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. إحنا صارنا الآن، أنا شخصيا الآن صار لي تقريبا 16 سنة في كل الفضائيات أتكلم وأحكي والآخرين يحكون، غير الكلام وغير التذكير وغير الذكر وغير الإرشاد، شنو عندنا؟ ما عندنا شيء، لا عندنا صوت نضرب به الناس، لا عندنا محاكم نحاكم به الناس، لا عندنا ميليشيات تخوف الناس. نحن في الواقع عملنا عمل رسول الله صلى الله عليه وآله، عمل رسول الله عليه حال القرآن الكريم يتكلم أنه أنت عليك أن تبلغ، أنت إنما أنت على حال مذكر لست عليهم بمسيطر، وأنت منذر وعلى حال إحنا منذرين ومذكرين ومرشدين ومبلغين فقط، أما أكثر منها شو تسوي؟ هاي الجرائم اللي يشوف فيها، الفساد اللي يشوف فيها في المجتمع، الناس اللي ما يردون يسمعون، الناس اللي ما يردون يتفاعلون، وهذا مو بيدي، لست عليهم بمسيطر. شنو؟ وعليه حال كل واحد سيجازى يوم القيامة. قاسم يقول احنا متزوجين وفي طريق الحسين، نذرنا اذا الله انطانا ولد نسميه حسين، ولكن سوينا عمل، قرأنا بعض الآيات القرآنية وقالوا اللي يقرأ آيات القرآنية الله ينطي ولد نسميه محمد، فالآن احنا محتارين. اخ قاسم ما ادري نذركم نذر شرعي لو لا، ما ندري نذركم
الصيغة شرعية له هالشكل، صيغة عرفية. إذا صيغة عرفية مو واجب عليكم، بس أنا أقترح عليكم، أنا لو أنا مكانكم أسمي ابني محمد حسين، محمد حسين، هم أجمع بين محمد وبين حسين حتى تخلص القضية إن شاء الله تعالى. محمد حسين يمكن، وتقدرون تسموا محمد، تقدرون تسموا حسين، ما في إشكال، ولكن على حال جمع بينهما أجمل. فاطمة تقول أكو نصوص أغاني، أكو أغاني تحبب الدراسة وتحبب الشغل وتشجعنا. فاطمة بنتي اسمك عجيب جميل، عجيب جميل فاطمة. أنت فاطمة لازم تديرين بالك على أن تكوني كفاطمة صلوات الله وسلامه. شنو أغاني تشجعنا على الشغل؟ شنو أغاني تحبب إن الدروس؟ شنو يعني ماكو شيء تحبب الدروس إلا الأغاني؟ لا يا بنتي، لا يا بنتي. أكو الآن واحد يشجع بالدراسة في قضايا محللة، في قضايا حلال، في قضايا جيدة. شكد أكو الآن دروس في على حال في تنمية القدرات، دروس في تنشيط الذاكرة، دروس يروح واحد وراء هالأمور هذه. مو أنه والله أغاني حتى أنا أشتغل، هذه شيطنة، هذه شيطنة. يدخلون إليكم عن طرق والله حتى أنت تتفوقين بالدرس، تسمعي هالأغنية وتسمعين أغنية وسمعين أغنية وسمعين أغنية، بعدين صيرين إنسانة مدمنة على الأغاني، وهذا خروج عن الطاعة الإلهية. الله يبارك فيك، اسمك فاطمة، دير بالك على اسمك. تقول الأخت نغتسل يوم غسل الجمعة يوم السبت، قضاء ما في إشكال، قضاء ما في إشكال، تحصلون على الثواب. غسل الجمعة يوم السبت ما في إشكال قضاء، وتحصلون على الثواب. الأخت تقول أنا دائمة المرض في الشتاء، دائما أنا مريضة وحاطة كانونة بإيدي، شلون أتوضأ؟ الكانونة على حال الموجودة أنت تتوضين وضوء جبيري، وضوء جبيري يعني أنا أتوضأ مكان الكانونة على حال أمسح داير مدايرها، أمسح بالماء، أتوضأ أغسل إيدي، بس داير مداير الكانونة أخلي إيدي رطبة أمررها عليها. بعد ما أخلص الوضوء أتيمم، وتيمم شلون؟ إيدي أطلع الخواتيم أضربها على التراب أو أضربها على الحجر، زين، بنية التيمم، وأمسح الجبهة، هاي الجبهة والجبينين أمسحهم إلى فوق الأنف، يعني بس هاي المنطقة أمسحها، بعدين أمسح إيدي اليمنى هالشكل، إيدي اليسرى هالشكل. هذا كل الوضوء، واضح أختي؟ جيد. الأخ يقول أنا أغسل إيدي بشكل كثير حتى أنه نظيفة جدا، ولكن لما أملل إيدي الماء على حال يذهب، يعني كأنما إيدي مثل الدهنية يصير. حبيبي أنت مثل كثرة الغسل هيك جاي يصير كثرة الغسل بعد ما أكو شيء على بشرتك تحافظ على الماء، والماء يبدأ شنو؟ يبدأ على حال ينزاح. إيدك نظيفة، توضأ، ما في أي إشكال. أي واحد يقول لك وضوءك باطل، صلاتك باطل، قل له أسكت، قل له أصمت، قل له أنت شيطان تفتي بغير علم وتريدني أتوسوس، هذا يريد يوسوسك، يريد يجعل فيك الوسواس، أضربه على فمه. من يفتي إليك بغير علم قل له روح، أنا أسأل الحوزة، أسأل أهل العلم، واضح؟ أما إيدك نظيفة يا إخوان، ليش تكلمت بهالطريقة؟ لأن بعض الناس ما يفهمون وما متفقهين وما يعرفون، مساكين ذول الناس الوسواسين بهالكلام تزيد عندهم الوسوسة، يقوم يغسل إيده بدل 4 مرات 70 مرة، وبعده يشوف إيده يعني كأنما صارت قطعة من الصابون، ومسكين الله يقولون والله إيدك ما يصير تتوضأ. لا يا أخي، توضأ إيدك صح، على حال وضوءك صحيح، صلاتك صحيحة، ولا تستمع لهؤلاء. الأخ يسأل أنه على أي حال هل يجوز أن نسب ظلمة أهل البيت وفاطمة الزهراء؟ بالصراحة شوفوا أئمة أهل البيت علمونا على أنه نحن نلعن وندعو، على ندعو نلعن وندعو. القرآن علمنا ألا لعنة الله على القوم الظالمين،
ألا لعنت الله على قوم الظالمين. والروايات تقول اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لهم على ذلك، اللهم لعن الأصابة التي جاهدت الحسين. شوفوا أصل اللعن للظلمة وارد في القرآن الكريم وفي الإسلام، أما السب والشتم على أي حال غير محبذ في روايات أهل البيت. الأخ يقول الروايات تقول أنه من زار الحسين له كذا ثواب كذا سنة من الصيام. يقول أنا عليه قضاء، هذا يعني أروح أزور الحسين اللي علي من القضاء يسقط؟ لا يا حبيبي، هذا أجر وثواب، مو أنه القضاء اللي عليك سقط، يجب أن تقضي والقضاء واجب عليك، هذا أجر وثواب، أجر وثواب لا يسقط عليك القضاء اللي في ذمتك. يقول هل يجوز أن أؤدي الأعمال المستحبة بدون وضوء؟ نعم ما في إشكال، أعمال مستحبة بدون وضوء مثل شنو؟ صلي على محمد وآل محمد. أما الصلاة المستحبة تحتاج وضوء، تقرأ القرآن إذا تمسك القرآن لازم إيدك على حال طاهر تتوضأ، أما أصلي على محمد أسبح كذا هذا لا إشكال في ذلك. هل يجوز للزوجة أن تأخذ أموال من جيب زوجها؟ لا يجوز ذلك بدون إذنه، لا يجوز أخذ المال من جيب الزوج إلا بإذنه. يقول أخ شهر رمضان قبل 18 سنة ما صمتهن والآن أريد أصوم، طول هالمدة أنت تارك القضاء هذا غلط، الآن لازم تقضين وتعطين، تقضين وتعطين كفارة عن كل يوم إطعام 60 مسكين. السنة اللي كنت مرضعة ما عليه كفارة بس عليه قضاء، وتعطين نص كيس طحين كقضاء، عفوا كفارة تأخير القضاء. أما الشهر اللي أنت فطرتي بدون عذر شرعي لازم تصومي كله 30 يوم ولو بالتفريق، يعني مو يوم ورا يوم، وتنطين عن كل يوم كيس طحين إطعام 60 مسكين. صادق يقول الذبائح في الفواتح والأعراس، أخي الكريم هذه عادات عشائرية، عادات قبلية تكلمنا عنها كثيرا، أن هذه في واقع الحال هناك كراهة في الأكل عند أهل المصاب، كراهة في أكل الطعام عند أهل المصاب، ولكن أكو مباراة هاي مباراة بين العشائر، هذه يذبح جزور، هذه يذبح مدري شنو، هذه 50، هذه يقول 70، هاي المباراة ما تخلص والتباهي. وأنا كلامي اليوم بداية الحلقة عن شنو كان؟ عن الرياء، الرياء عن التباهي، بس أنا وأنا، هذه لا تقدم ولا تؤخر، بل تؤخر يعني تضرهم يوم القيامة. أما الأعراس نعم يستحب الإنسان أن يطعم في العرس، أن يطعم، بس مو أنه 70 ذبيحة، لا يا أخي، بالمختار متعارف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويجعل عاقبة أمرنا وأمركم خيرا، ويعجل في ظهور إمام زماننا، ويجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه. لا تنسوني الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.